صباح اليوم الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين أرملت الشهيد العميد أركان حرب عادل رجائي. من جانبها نعت الهيئة الوطنية للصحافة الفقيدة المشهود لها بالسمعة الطيبة والعطاء المتواصل. كذلك نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصحفية الراحلة، مشيرا إلى أنها كانت من خيرة الزملاء الذين عملوا في مجال الصحافة. بدوره أعرب المجلس القومي للمرأة عن حزنه لوفاتها، مؤكدا أنها خير مثال للمرأة الصبورة. كما نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الفقيدة التي كانت أحد أبرز الصحفيين العسكريين. كذلك نعت أمانة إعلام حزب مستقبل وطن الفقيدة الراحلة.